ويا دكتور عشان جايه بنشوف نفس العربيه بتبقى ظاهره خالص الاحكام اول يوم بتبقى ظاهره بالظبط. بس هي القصه كلها انا خايف التزوير في الاحكام لما واحد يكون حاجه لسه داخله المطعم او لسه داخله المجزر ويديها ختم وتيجي وانت مكتومه كل حاجه والله الختم عندي مش اساس والله لا يعني هو ناوي يغش هو ناوي يغش مش لازم هيعمل هم ما بيعتمدوش على الختم بس المهم الكاس بنفتح في العضلات الخدمه دايما بنشرح الذبيحه وهي قدام حضرتك بتشرح تماما يعني اشتغلت في مجازر يعني ممكن لو ب 10 جنيه للعامل هيختمها عشان كده انا مطمئن بس انا جيت ازود الامنات وعشان ناكد ان الطلبه بتوعنا وكلامنا في امان.